السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الرجاء الرياضي وين يخسر المعركة الأولى في القاهرة بهدفين مقابل لا شيء. نقول معركة ما نقولش الحرب، نقول معركة خاطر كاين حرب يعني نهاية الحرب، فوز بالحرب ومعركة، هذه إلا معركة واحدة، مازال معارك، مازال معركة وحدة أخرى. يعني والروتور كنقولو هنا في بلادك خسر 2-0 نقول لك يا ودي راحت، ودي راحت، بصح كي كاين معركة ثانية إن شاء الله بربي، فيها أي شونس، فيها يعني مازال شوط ثاني، هذا إلا الشوط الأول. الرجاء الرياضي واللعب ما يقارب يعني 30 دقيقة، والله ما فهمت، بالك والله لا في زوج بالعامين، نبغي الرجاء ونبغي الويد، نبغي الرجاء ونبغي نبغي كيسموها سي ار بي هذيك ما نهدرش عليها، والله لا والله لا بزاف بزاف بزاف. وين الرجاء الرياضي لعب ما يقارب 30 دقيقة بشكل الذي يليق به، يعني 30 دقيقة تتفرج 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 30 دقيقة تتفرج، يعني من تاريخ به. وبعدها تخلى الفريق عن النهج الذي بدأ به المباراة في سيناريو غريب جدا، حيث تلقى هدف في آخر دقائق الشوط الأول مثل ما حدث في العديد من المباريات الأخيرة. الشوط الثاني كان سيء جدا من جانب الأخضر، يعني خط الدفاع غير منسجم، جهة اليسرى تعاني، هذيك الجهة اليسرى ما فهمتي، أنت جوال داك دلك كيما هاك ولا، أو داك كيما هاكا، داك كيما هاكا، على بالك تريبلك تريبلك جسمانيا على بالك داك، بزاف والله لا بزاف، مالك أول عمي، وين تعاني، وين الجهة اليسرى تعاني، مع التأكيد على أن وسط الميدان الفريق كان في أسوأ حالاته، لا هو نجح في تشكيل الخط الدفاعي ولا هو نجح في الاحتفاظ بالكرة، ويظل المستوى التقني ضعيف على ما هو عليه إلى حين إضافة الهدف الثاني من جانب المصري بعد خطأ مشترك من الوسط الدفاع، يعني سألنا كيفاش مع تسجيل ملاحظة على العارضة التقنية أن التغييرات المدرب منذ الكبير غير مفهومة وكارثية في الشوط المدربين. الرجاء الرياضي يحتاج إلى مباراة من تاريخه المجيد، مباراة برجاله يعني برجله والنار في الحديد، من أجل التخطي عقبة الأهل، من أجل تفادي يعني سكتة كروية في موسم كلام كلام والأوهام. والله لا بزاف لا، وإن شاء الله وإن شاء الله وإن تغلب النادي الأهلي المصري على ضيفه الرجاء المغربي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهم يوم السبت في الذهاب ربع النهائي دور أبطال إفريقيا لكرة القدم، وسجل محمد عبد المنعم هدفه التقدم للأهلي بضربة رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. والله لا ما بغيتش يمركونا نطبل عليها، وضعف البديل حمدي فتحي نتيجة بتسجيله لهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، يعني من كانت غلطة يعني غلطة دفاعية والله لا. ويتلقى الفريقين بعد أسبوع في دار البيضاء في مباراة الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور والنصف يعني النهائي. بزاف والله لا تفشل تفشل، ما كناش نقارعوا لها، ما بنادم ما يقارعلهاش، الله لا بزاف. شوبير هضر على الهزيمة تاع 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 الشباب الوزداد، انايا غانو تاع الياسمة اللي مضاري نهضر معاك، هاذي هاربحو نتوما صح، هاراهي جا عندك الجيش الملكي هاربح، شا غادي نقولك غانو اربحا وهدرو، ربحو الجيش الملكي وهدرو، هاذوك ميك جاي عندي ها هدر على هدر شا تهدر، ربعة شا تهدر ربعة ربعة، ها جاو عند جدهم وربحو، جاو عند نيلسون مانديلا، ذاك الملعب مسمينو على نيلسون مانديلا،
هاجوا وربحوا عن جدهم، جدهم لقاهم ايوا جاوا عن جدهم لعبوا في السطات تاع جدهم. اه يا غادي نقول لك خويا هنا يا خسروا انا السيار بي انا ماذا بيا كربحوا ها ما ربحوش او دعم يا واش نديروا ها ما كاش ما كاش انت اربح ليا ليا اسمع خليها تربح اربح على بالي نعرفك 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 نضاري تهدر معايا ونهدر معاك نعرفك بصح باش نقول لك باللي الراجع سيما الراجع يا سيدي مزيان بحت الريال بنادم شويه هكا بنادم هبلونا واحد يسلك ميساج واحد يعيط لك هاو مايك ما منا هلا راجع للسي ار بي اخويا انا ربحت الريال انا فانك ربحت الريال ربحت الريال هيا صايك من التالي كاع انا الريال ربح هيا سي بون ربحنا دوزير ربحنا دوزير وحنا هذه هي الله يا ولدي هذاك الستاد هذاك الستاد تاع تاع القاهرة مسنطح هذاك الستاد هذاك هذاك الستاد ولد عمي يديرو كلش إي ما فهمت أنايا بالدقيقة 30 دقيقة الأولى وكنتو ملاح ما فهمت يا ولد عمي كنتو تمشيو بيها ما عرفتش شوية بصح كنتو تمشيو بيها دو زيرو بربعة مسنطحين خسرو بربعة نتوما خسرتو دو زيرو والله العظيم ندم ندم نقول هذا الكونسيب هذا البولا كاع ما تبعهاش والله كونسيب كاع ما تبعهاش كاع والله يا مكاش اصاحبي بالك ان شاء الله انا السيربي انا قلتها لكم انا قلتها لكم ونعاودها لكم من نهار السيربي دارت ماتش ليل مع بارادو اقسم بالله قلت لكم لا السيربي لا جياسكا لا لياسبا واحد ما يفوت فيكم خاطش مخشاشين والغش هذا هو حنايا الرجاء عندنا دوزيام ميطو غادي نلعبوها لهنا في دار البيضاء ملعب مركب محمد الخامس يعني بالك على ربي ما نعرف بالك بالك الشبيبه يكونوا ملاح بالك الشبيبه يكونوا ملاح لعبنا لا خسيف هانيك لعبنا بهاك اللعابه مبليسين هذاك الجهاد هذاك الديفونسور على لاكوش ود عمي او يا عمي مالك او دعمي او انت ولا وليت وليت قانطرة الاهلي داروا قانطرة او دعمي والله لا بزاف او دعمي والله لا بزاف داروا قانطرة داروا جسر جسر ولا بزاف هذا يا وين شادنا وين وين شادنا وين الرجاء وانهزم على أرضية استاد القاهرة وصل حضور جماهيري قياسي من منح يعني المدافع الدولي محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من الظهير الأيسر يعني التونسي علي معلول في الدقيقة يعني 47 من الشوط الأول بدل 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 الوقت الضائع أنا خلعت في ذكرى أخوك سموه شوالي مالك شوالي مالك مالك شوالي ولا لا بصح مالك يا شوالي تيبورتي في الاهلي ومنا ومنا وضد ضد الراجع مالك ما كان والو ما عندك والو معنا غير قولنا والله ما عندك والو باغي الراجع يتيدي ما عليش وانتوما فيك ما تدو والو انتوما فانيك انا نقولها لك والله العظيم ما مطاقينك وانت والك ترجي ايكيب ترجي هذيك ايكيب ترجي انت هذيك ايكيب ماشي ايكيب كاع والله لا بزاف والله يا معليش يجي نهاركم ها والله جا نهاركم ودي عقلوا عليها دابا يجي نهارك شوالي شوك شتهدر يا ودي الأهلي راهو انت تشوف الأهلي تقول الأهلي 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 يا ودي الأهلي يا أخي الأهلي الأهلي الله لا تكره حياتك الله بس قال عليها كاع تبارك
احكيهم هذو تم رفع والله. بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي وصحيتكم.